أبناء وبناتي طلبة بكالوريوس الطب والجراحة الدارسين للجراحة العامة. This is Dr. Baki, Professor of General Surgery from Egypt in a series of surgery made easy for undergraduate medical students. النهاردة هنناقش موضوع مهم اللي هو الشوك أو الصدمة، وده موضوع مهم في البطنة والجراحة والأطفال ومهم لينا كلنا على المستوى الشخصي، لأن معظم الأحياء بعد عمر طويل هينتهي أجلهم عن طريق الشوك. وزي ما تعودنا هنناقش الموضوع الأول Illustrated Overview، وبعد كده هنناقشه من التكست بوك. في الالستريتد اوفر فيو كل المعلومات تم مراجعتها وتحديثها من اب تو ديت والميدسكيب. طبعا لازم نراجع بعض البيزك الاول. فكل الخلايا سواء نباتيه او حيوانيه محتاجه عشان تعيش تحرق جلوكوز عشان تحصل على الطاقه، بتحرقه بالاكسجين عشان تحصل على الطاقة اللازمة للفانكشن بتاع السيلز. لو اتحرمت من الاكسجين او الجلوكوز او من الاثنين معا مش هتقدر تقوم بوظيفتها وهتبقى نوكسيك وهتخش في الشوك ستيت. علشان تفهم موضوع الشوك، تخيل نفسك قاعد على ستول اللي هو كرسي بثلاث رجلين، كل رجل فيهم بتمثل حاجة في السيركوليشن. الرجل دي بتمثل البامب اللي هو القلب، والرجل دي بتمثل الدم اللي ماشي في السيركوليشن، والرجل دي بتمثل السيركوليشن نفسها او المواسير اللي ماشي فيها الدم. لو الثلاث حاجات دول مظبوطين يبقى السيركوليشن بتاعتك سليمة وتقدر تقعد براحتك وتبقى ستيبل. لو اي رجل من دول اتكسرت لاي سبب من اسباب، البامب ضعيفة او الدم راح او مش موجود او المواسير او السيركوليشن اللي ماشي فيها الدم وسعت ما بقتش بالدايمتر النورمال بتاعها، رجل من الرجلين دول هتتكسر او اكتر من رجل هتتكسر وسيادتك هتقع وتبقى انستيبل وتبقى شوكت. هو ده الشوك ستيت، ودي هتفهم منها الانواع الرئيسية للشوك اللي هو الكارديوجينيك شوك والهايبوفوليميك شوك والفازو دايلاتوري شوك او بنسميها ديستريبيوتيف شوك، وهنعرف معنى الترم ده دلوقتي. لازم يبقى في شوية بيزك لازم نتذكرها سوا. يعني ايه ضغط الدم؟ ضغط الدم او البلاد بريشر حصل ضرب الكاردياك اوتبوت في السيستميك فاسكولار ريزيستنس. سيستميك فاسكولار ريزيستنس اللي هو مسؤول عنه حاجات كتيره منها الدايمتر بتاع الفيسل. فلما تضرب الكاردياك اوتبوت في السيستميك فاسكولار ريزيستنس يديك البلاد بريشر. طب الكاردياك اوتبوت ده حصل ايه؟ حصل ضرب الاستروك فوليوم في الهارت ريت. يبقى اي ديستربنس من الحاجات دي ممكن تعمل هايبوتنشن او ديكريز بلاد بريشر. ازاي؟ لو الاستروك فوليوم بتاع القلب قل، الكاردياك اوتبوت هيقل والضغط هيقل. لو الهارت ريت في برادي كارديا، الكاردياك اوتبوت هيقل والضغط هيقل ويبقى في هايبو برفيوجن. لو السيستميك فاسكولار ريزيستنس قلت نتيجه اتساع الدايمتر، فحصل ضرب الكاردياك اوتبوت في حاجه قليله هيبقى الضغط قليل. والعكس صحيح، لو السيستميك فاسكولار ريزيستنس زادت بسبب ان الدايمتر قل الضغط هيزيد. ايه علاقه الدايمتر بالسيستميك فاسكولار ريزيستنس بالضغط؟ تخيل نفسك بتسقي الجنينه بتاعت الفيلا عندك بالخرطوم وعايز الميه توصل لمسافات بعيده، فبتحط صباعك على فوهه الخرطوم عشان تضيق الدايمتر. لما بتضيق الدايمتر الضغط بيزيد جوه الخرطوم والميه بتوصل لمسافات بعيده. ده هو اللي بيحصل في السيركوليشن كمان. السيركوليشن بتاعتك لو قللنا الدايمتر بتاع البلاد فيسل، ضغط الدم اللي ماشي في النارو دايامتر فيسلز هيزيد ويصل لاماكن بعيده ويوصل للتارجت اورجان. والعكس صحيح، لو حصل لك لاي سبب من الاسباب فازو دايلاتيشن، ضغط الدم هيقل نتيجه نقص السيستميك فاسكولار ريزيستنس، وبالتالي هيحصل لك هايبو برفيوجن وشوك. اوكي، ولازم تفتكر ان في البني ادم الادلت اللي هو 70 كيلو جرام بيبقى فيه 5 لتر دم، ودي حاصل ضرب 7% في 70، لان كميه الدم اللي في جسمك بتشكل 7% من البودي ويت. لما تضرب 7 في 70 يطلع تقريبا 5 لتر دم.
بالنسبة لتعريف الشوك لازم تاخد بالك منه جدا، لأن في ناس هتقولك هايبو برفيوجن اوف سيلز اند تيشو، وفي ناس هتقولك ديكريزد اوكسجين سبلاي الى اخره. احدث تعريف اللي هو من الاب تو ديت بيقولك الشوك ستيت هو سيلولار اند تيشو هايبوكسيا، يعني انوكسيا على مستوى الخلايا والتيشو. سببها ايه بقى؟ reduced oxygen delivery بسبب hypoperfusion، او الاكسجين delivery معقول بس الخلايا عندها increased oxygen consumption او increased demand، فrelatively مش هتحصل على اللي هي عايزاه، او في inadequate oxygen utilization، يعني ضغط الدم كويس والقلب كويس والدم اللي واصل كويس بس الخلية مش قادرة تسحب اكسجين. مش قادرة تسحب اكسجين ليه؟ ده بيحصل في الكربون مونوكسايد بويزنينج، وبيحصل في الاستريكنين بويزنينج، وبيحصل في ميتوكوندريال ديزيزز. كل حاجة كويسة، انما لما بيوصل الاكسجين الخلية ما بتقدرش تستثمره وتشتغل بيه، وكله في النهاية هيؤدي الى تعريف الشوك اللي هو سيلولار اند تيشو هايبوكسي بسبب reduced oxygen delivery او increased demand او inadequate utilization of oxygen. هنا قصة ان hypotension وانخفاض الضغط مش ضرورية، لان ممكن الضغط يبقى طبيعي ويبقى فيه shock state برضو، لان فيه cellular and tissue hypoxia بسبب اي حاجة من الحاجات دي او كلهم مجتمعين. يبقى definition of shock a state of cellular and tissue hypoxia due to reduced oxygen delivery او increased oxygen consumption او inadequate oxygen utilization او combination of these processes. ايه الclassification of shock؟ زي ما اتفقنا ان في cardiogenic shock وفي hypovolemic shock وفي distributive shock، و rarely في نوع من الشوك اسمه obstructive shock هيجي ذكره بعدين. انما الانواع الرئيسية للشوك cardiogenic, hypovolemic and distributive. طيب من ناحية الابيديوميولوجي تسأل نفسك ايه اكتر من نوع من دول بيعمل شوك؟ في واقع الامر اكتر نوع من دول اللي هو distributive المسؤول عنه septic shock، اللي هي الصدمة الانتانية. sepsis يعني انتان، حاجة من التنة، يعني في organism وفي سبتسيميا والدم منتن. فاكتر لو انت شغال في الرعايه المركزه 60% على الاقل من العيانين بتوعك هيعانوا من سيبتك شوك، اي ديستربتيف شوك، سوري ديستريبيوتيف شوك، يعني مال ديستريبيوشن اوف بلاد فوليوم ديستريبيوتيف شوك. فده اكتر نوع لو انت شغال في الرعايه المركزه، يلي الكارديوجينيك شوك، يلي الهايبوفوليميك شوك. انما لو انت شغال في مستشفى طوارئ وبيتحول لها حالات طوارئ، فهيبقى اكتر نوع هتشوفه اللي هو الهايبوفوليميك شوك ديو تو هيموراجيك شوك ديو تو تروما. يبقى اذا من ناحية الابيديوميولوجي اكتر نوع من انواع الشوك اللي هو سيبتك شوك، اللي هو ديستريبيوتيف شوك نتيجة توسع في الدورة الدموية، واصبح الافكتيف بلاد فوليوم الخمسة لتر مش مقضية، لان هي موجودة في مساحة كبيرة مش في المساحة اللي هي كانت متعودة عليه. يلي الكارديوجينيك ثم الهايبوفوليميك شوك. الكومن فيتشرز اوف اول شوك ان في بور تيشو بيرفيوجن، بور اكسوجينيشن، والموضوع بيبقى بروجريسيف. طب ايه الباثوفيسيولوجي اوف شوك؟ مهما تعددت اسباب الصدمه فهي في النهايه هتؤدي الى كومن باث واي. ايه الكومن باث واي؟ ان البلد فلو يقل والسبلاي اوف اوكسجين يقل، ويحصل انوكسيا للجسم كله، وهو ده الشوك ستيت، انوكسيا للجسم كله. ازاي بقى؟ الانواع الرئيسيه هايبوفوليميك شوك. هايبوفوليميك شوك هتعمل ايه؟ هتقلل السيركوليتنج بلاد فوليوم، وبالتالي هيقل الفينوس ريتيرن اللي رايح للقلب، وبالتالي هيقل الكاردياك اوتبوت، وبالتالي هيقل البلاد فلو، وهيقل السبلاي اوف اوكسجين للخلايا، فيحصل انوكسيا فيحصل الشوك ستيت. وطيب لو في سيبتك شوك، السيبتك شوك بتعمل ايه؟ بتوسع البلاد فيسلز. لما البلاد فيسلز توسع يبقى السيركوليتنج بلاد ان افكتيف، ما هوش افكتيف لانه موجود في مساحه كبيره فمش هيقدر يوصل لكل الخلايا، وبالتالي الفينوس ريتيرن للقلب هيقل والكاردياك اوتبوت هيقل وهيحصل انوكسيا. طب لو حصل كارديوجينيك شوك، يعني البامب، يعني الموتور
يعني اديك defective بامب، فالقلب مش هيضخ دم كفايه، فالكاردياك او البوت هيقل، فالبلاد فلو هيقل، فيحصل هايبوتنشن ويقل السبلاي اوف اكسجين ويحصل انوكسيا تو ذا هول بودي، وهو ده الشوك ستيت. الجنرال كلينيكال فيتشرز اوف شوك، الشوك ايه؟ معظم الشوك بيبقى فيه هايبوتنشن، يعني سيستوليك بلاد بريشر اقل من 100 مليمتر ميركوري، بيبقى فيه تاكي كارديا، يعني النبض سريع وضعيف، ثريدي رابيد بالس اكتر من 100 بير مينيت، بيبقى فيه تاكيبنيا، يعني النفس برضو بيبقى سريع وشالو، ده منظر اللنج اللي فيها نورمال بريذنج، ده منظر اللنج اللي فيها شالو بريذنج، بيبقى فيه ديفكتيف اوكسجينيشن، الجلد بيبقى كولد وكلامي لان بيبقى فيه سمباثيتك تون عالي، والسمباثيتك مسؤول عن الفازو كونستريكشن، فما فيش دم كتير رايح للجلد فبيبقى ساقع، وبيبقى فيه سويتنج فبيبقى كلامي، وبيبقى فيه على مستوى السي ان اس دراوزنس وكونفيوجن وايريتابيلتي، بيبقى فيه اولوجوريا بالنسبه للسنترال فينس بريشر بيبقى elevated او reduced على حسب نوع الشوك، وبيبقى فيه مالتي اورجان فيلير، وعلى البريفري بيبقى فيه ساينوزس وساعات بيبقى فيه جنجرين. وده ملخص للي بيحصل في الكلينيكال فيتشرز في الشوك ستيت. زي ما انتم شايفين على الجلد بيبقى كولد كلامي سكين، وبيبقى فيه على الكونشس ليفل irritability او drowsiness او confusion وساعات كوما، بيبقى فيه تاكيبنيا وتاكيكارديا وهايبوتنشن، وبيبقى فيه decreased urine output. و very late in shock لما يحصل multi organ failure بيحصل CNS damage و vegetation، بيحصل bleeding في CNS، و على مستوى اللنج بيحصل ARDS أو acute respiratory distress syndrome، القلب بيحصل فيه myocardial depression وساعات infarction، الليفر بيحصل فيه liver failure وبيحصل jaundice what is called ICU jaundice، الأمعاء بيحصل فيها failure وبيحصل فيها ileus وبيحصل فيها necrosis الميكوزا، الميكوزا ما تستحملش نقص الدم أكتر من 4 ساعات فبتقع، وبيحصل bleeding، ولما الميكوزا بتقع بيحصل bacterial translocation والبكتيريا بتنتقل من القولون للسيركوليشن وبتزود في الشوك ستيت، ولما بيحصل دي اي سي في الاند ستيج اوف شوك بيحصل بليدنج من الفينوس بانكتشر سايت ومن الوند، وبيحصل في الجلد موتلينج وهيموريش، وبيحصل في الاطراف ممكن جنجرين. ليه؟ لان في الشوك ستيت بيبقى في الكومبنساتوري ميكانيزم فيزو كونستريكشن، فبيقل الدم اللي رايح الاطراف، وفي التيرمينال شوك الانتنسيفست بيحقن فيزو بريسور للعيان، فالفيزو كونستريكشن بيزيد ويقل الدم، ويمكن يحصل جنجرين للصوابع بتاع الايد وبتاع الرجل. عشان كده بتسمع في السوشيال ميديا اخبار تقول لك ايه، واحده ست دخلت جوزها الرعايه عشان عنده هارت فيلير ومايوكارديال انفكشن، وفي الرعايه عملوا له جنجرين في ايده وفي رجله، الجماعه بتوع الرعايه. هي طبعا مش فاهمه وات از جوينج اون، ومش فاهمه قصه الريفلكس فيزو سبازم، ومش فاهمه قصه الدراجز اللي بتعمل فيزو بريشن فيزو بريسور اللي بتتاخد في الليت ستيج اوف شوك. الادر ريسبيراتوري ديستريس سندروم لازم تبقى فاهمه، ده منظر اللنج الطبيعيه، دي الالفولاي ما بين كل الفولاس والتانيه في انترستيشال تشو في كابيلاريز، لازم المسافه تبقى ضعيفه او قصيره جدا ما بين الاير في الالفولاي والار بي سيز اللي في الكابيلاريز عشان يحصل جاز اكستشينج، والالفولاي تديها اكسجين وتاخد منها سي او 2. لما بيحصل اديما في اللنج بسبب الارتشاح اللي بيحصل فيه والاديما اللي بتحصل والفازو دايلاتيشن اللي بتحصل في الليت ستيج اوف شوك، بيبقى المنظر ده كده، وبيبقى فيه فلويدز في الالفولاي وبيبقى فيه فلويدز في الانترستيشال تيشو، فبيبقى فيه مسافه كبيره ما بين الاير في الالفولاي والار بي سيز في الكابيلاريز، فبيبقى فيه ديفكتيف جاس اكستشينج. تخيل اللنج ان هي عامله زي السبونج، فبتبقى ارييتد زي السبونج، ده دراي ده النورمال لنج. لو انت غطست السبونج دي في ميه هتبقى تقيله وتفقد الكومبلاينس بتاعها، وده اللي بيحصل لللنج في الادلت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، بيبقى فيها فلويد في الالفولاي، بيبقى فيه فلويد في الانترستيشيوم، وبتسمع الكراكس ورونكاي بالسماعه، فدي مرحله متاخره وبتؤدي الى هايبوكسيا وريسبيراتوري فيلير، والعيان بيحتاج فنتليشن. والاكيوت لنج انجري او adult respiratory او acute respiratory distress syndrome دي عادة بتحدث 7 ايام بعد الانسلت اللي ادت الى الشوك.
الجنرال برنسبلز المانجمنت اوف شوك ذا بيشنت، العيان بيجي لك طوارئ لازم تبعته على الاي سي يو، لازم يتحط على المونيتور، لازم يتحط له بلس اوكسيمتري، لازم جميل يتعمل له بارامترز كل يوم اهمها السيرم جميل. لاكتيت، لان الشوك ستيت بتعمل انيروبيك ميتابوليزم وبتزود اللاكتيك اسيد في الدم، فالبي اتش بتقل، ولازم تعمل تتبع للبروجريس، هل هي بتزيد، هل هي ثابته، هل هي بتقل، وبيستجيب للعلاج. الانيشال اسيسمنت لما بتقابلك حاله شوك في الاستقبال لازم بتبدا بالاي بي سي اللي هو الاير واي والبريزنج والسيركوليشن، لازم تكلم العيان وتشوف العيان كونفرسنج ولا لا، بيرد عليك ولا لا، لو بيرد عليك يبقى الاير واي والبريزنج كويسين، لو ما بيردش يبقى مش قادر تو بروتكت الاير واي، وتشوف الجلاسكو كوما سكيل بتاعها هتلاقيه اقل من 8، والعباره بتقول لك less than 8 intubate او less than 8 is too late، فاقل من 8 ده لازم تعمل له intubation. وخد بالك في حالات من الشوك زي الانافلاكسس بيحصل early laryngeal edema، ودي بتحتاج intubation early، لانك لو تاخرت ممكن ما تعرفش تعمل intubation، بتحتاج تعمل كريكوثايرودوتومي. بعد كده لازم تدي اكسجين للعيان، ولازم تشوف السيركوليشن، وتحط له 2 لارج كانولا في الانتيكيوبيتال فوسه، وتنقل له رينجرز لاكتيت 2 الى 3 لتر على مدى 40 45 دقيقه بولس، عشان تشوف الاستجابه بتاعته، هل هو هيستجيب ويفضل مستجيب، ولا هيستجيب ترانزيتوري ويرجع تاني يبقى شوكت، ولا نون ريسبوندنج اتول ويفضل في الشوك ستيت لو كان عنده فيه فقدان للسوائل او الدم باستمرار. لو عينت روما هتزود على الاي بي سي دي و اي، يعني لازم تشوف الديسابيليتي وتعمل له اكسبوجر، ده لو في عيان التروما، ولازم تشوف تفحص الفور ليمبس فور موتور اند سنسوري انرفيشن، وتشوف البيوبلز فور رياكشن، ولازم تعمل له جلاسكو كوما سكيل. هناخد نوع من انواع الشوك في هذا السيتنج ونناقشه بالتفصيل، اللي هو هايبو فوليميك شوك. هايبو يعني ناقص، وفول يعني فوليوم، وايميا يعني دم، يعني في نقص في الدم. نقص في الدم ده ممكن يكون هيموراجيك ونان هيموراجيك. هيموراجيك يعني العيان بينزف، لا اما بينزف دم اكسترنالي، لا اما انترنالي في صوره هيماتيمسيس او في صوره ملينا، لا اما رابشر اورتيك انيوريزم، لا اما بلانت تروما وعنده بليدنج من السبلين او الليفر، او واحده ست عندها رابشر اكتوبيك بريجنانسي، او عندها فاجينال بليدنج لاي سبب، فده بنسميه هيموراجيك شوك، وساعات نسميه سيرجيكال شوك. ممكن يجي لك عنوان سيرجيكال شوك، ده خد بالك منه، يقصد ان انت تتكلم على هيموراجيك شوك. وفي نان هيموراجيك هايبوفوليميا، يعني ايه؟ النقص بسبب النزيف، بسبب نقص بلازما زي في السيفير بيرن، او بسبب سيفير دايريا في حالات سيفير جاستو انترايتس. يبقى من اسم اسباب الهايبوفوليميا الى هيموراجيك ونان هيموراجيك. طيب ايه الباثوفيسيولوجي اوف هايبوفوليميك شوك؟ ازاي الهايبوفوليميا بتعمل شوك ستيت وبتعمل هايبوكسيا على مستوى الخلايا والتيشوز؟ طبعا الهايبوفوليميا هتقلل السيركوليتنج بلاد فوليوم، وده هيقلل الدم اللي رايح القلب، هيقلل الفينوس ريتيرن، وبالتالي هيقل الاستروك فوليوم، وبالتالي هيقل الكاردياك اوت بوت، ولما يقل الكاردياك اوت بوت هيحصل هيقل الاكسجين اللي واصل للخلايا، لما يقل الاكسجين اللي واصل للخلايا يحصل سيلولار اند تيشو هايبوكسيا. السيلو اند تيشو هايبوكسيا تعمل ايه في الخلايا؟ تبوظ الميتابوليزم. ازاي؟ الخلايا تموت. تموت من ايه بقى؟ فيلد صوديوم بامب. ازاي الكلام ده؟ الصوديوم كونسنتريشن عالي بره الخلايا، وعنده تندنسي باستمرار يخش جوه الخلايا. الصوديوم ايون لو دخل جوه الخلايا بياخد معاه 8 مولكيولز ووتر، فالخلية بتورم وبتفرقع وبتموت. عشان الخلية تعيش لازم تعمل حاجة اسمها صوديوم بامب، كل صوديوم يخش تطرده بره وتدخل بدل منه بوتاسيوم. عشان تعمل الحركة دي محتاجة انرجي اكسبندتشر، الانرجي بيجي من حرق الجلوكوز باستخدام الاكسجين. لو مفيش اكسجين مش هتحرق الجلوكوز، مش هيبقى فيه طاقه، مش هيبقى فيه طاقه عشان تشغل الصوديوم بامب، وبالتالي كل شويه يدخل لها صوديوم ومعاه ميه، صوديوم ومعاه ميه، تورم الخليه وتموت وتفرقع، وهو ده الشوك ستيت والمالتي اورجان ديسفانكشن والمالتي اورجان فيلير والديث.
عشان تفهم الهايبوفوليميا لازم تعرف الكلاسس اوف هيمورج. قسمنا الهيمورج الى 4 كلاسس على حسب شدة النزيف وكمية النزيف وتأثيرها على الكلينيكال بيكتشر عشان نعرف نعالج العيان ازاي. فقسمناها الى 4 كلاسس، عشان تفهمهم لازم تكون فاهم لعبة التنس. التنس كل جيم بيتكون من 4 نقط بس، ما بتتحسبش نقطة واثنين وثلاثة واربعة. تبص تلاقي اما تاخد اول نقطة يبقى انت 15، لما تاخد النقطة التانية تبقى 30، النقطة التالتة تبقى 40، وبعد 40 انت كسبت الجيم. نفس الكلام بيحصل في الكلاسيفيكيشن اوف بليدنج او هيمورج. لو انت فقدت 15% من البلاد فوليوم اللي هو حوالي 750 سنتي يبقى انت كلاس 1 بليدنج او كلاس 1 هيمورج، وده تقريبا ما بيأثرش عليك تماما لان في كومبنساتوري ميكانيزم بترجعك تبقى طبيعي. يعني ايه؟ يعني لو شفنا البلس بتاعك هنلاقيه برضو تحت 100، وهنلاقي الريسبيراتوري ريت بتاعك عادي من 14 ل 20، اليورين اوتبوت عادي 30 او ما فما فوق، ممكن تكون شويه بس سلايتلي انشس. هتبص نلاقي البلاد هتحتاج انت كسبورت، ممكن تحتاج كريستالويد. ال 750 سنتي دي اكتر شويه من البلاد دونيشن، يعني انت لو رحت تتبرع بالدم بتتبرع ب 350 او 400 سنتي وما بيجرالكش اي حاجه، بتقوم طبيعي جدا واخد بالك، بيدوك شويه عصير وذاتس اول يعني، ولا بتاخد محاليل ولا حزنون. هنا في الكلاس 1 الجسم بيعمل كومبنساتوري ميكانيزم، نيورو اندوكراينال كومبنساتوري ميكانيزم، بتحافظ على الهوميوستيزس وبترجعك طبيعي تاني. فعشان كده ال 750 دول ما بيعملوش تاكيكارديا وبيخلوا البلاد بريشر طبيعي، بيبقى نورمال، والنفس طبيعي، والبول بتاعك طبيعي. ممكن تكون a little bit anxious فنديك شوية كريستالويد. لو قعدت تنزف بقى ونزفت من 15 إلى 30% من الفوليوم، يعني up to لتر ونص، هنا بقى هيبتدي يجيلك تاكيكارديا، هنا هيبتدي يجيلك تاكيكارديا. انما ستيل السيستوليك بلاد بريشر بتاعك نورمال، ممكن النفس بتاعك يزيد شويه من 20 ل 30، البول هيقل شويه هيبقى من 20 ل 30 في الساعه، هتبقى انشس شويه، وهنساعدك ان احنا نعالجك بكريستالويد. ده لو فقدت من 15 الى 30% من الفوليوم، يعني من 750 ل 1500 سي سي، ما زال السيستوليك بلاد بريشر بتاعك طبيعي. ليه؟ لان ما زال الكومبنساتوري ميكانيزم الجسم بيعملها، نيورو اندوكراينال كومبنساتوري ميكانيزم هنشوفها دلوقتي، بتحافظ عليك وبتمنع ان الضغط يقع. لو قعدت تنزف اكتر بقى، اكتر من 30% من دمك، من 30 الى 40%، يعني up to 2000 لتر، هنا بقى الكومبنساتوري ميكانيزم هتبقى اكسهوستد واوفر ويلمد، وهتبقى تخش انت في الدي كومبنسيشن. هنا بقى هيبتدي الضغط بتاعك يوطى، هيبتدي السيستوليك بلاد بريشر يقل عن 100، والنبض هيزيد هيبقى حوالي 130، والبول هيقل هيبقى حوالي 10 سنتي، والريسبيراتوري ريت هيزيد هيبقى حوالي 30، وهتبقى انشس وهتبقى كونفيوزد. هنا بقى الكريستالويد مش هتكفيك، لازم ننقلك دم. يبقى في كلاس 3 هيموريج بيبقى فيه اكتر من 30% بلاد لوس، 30 ل 40%، يعني اب تو 2 لترز، وهنا التاكيكارديا هتزيد هتبقى 130، والبلاد بريشر هيقل. هنا اول ظهور لنقص في البلاد بريشر، اوكي. وطبعا التاكيبني هتزيد والبول هيقل. بتجيلك بقى في البروبلم سولفينج، يقول لك عيان وصل الاستقبال ضغطه ونبض وكذا، وبعدين يقول لك نبض 130، تعرف ان هو كلاس 3 هيموريج. لو قعدت تنزف اكتر بقى، اكتر من 40% من الفوليوم بتاع البلاد، يعني اكتر من 2 لتر، يبقى انت دخلت في كلاس 4، اكتر من 40% كلاس 4. هنا بقى النبض بتاعك هيبقى فوق ال 140، والسيستوليك بلاد بريشر هيقع اكتر، ممكن يبقى 60 او 70 سيستوليك بلاد بريشر، وطبعا الريسبيراتوري ريت هيبقى اكتر من 35 هيزيد. اليورين ممكن يكون منعدم، ممكن يكون سنتي 2 سنتي في الساعه او مفيش خالص، وهتبقى كونفيوزد من ناحيه المينتال ستيتس، ولازم مع الكريستالويد ننقلك دم.
كريستالويد فقط مش كفايه، ودي طبعا بتبقى irreversible shock. irreversible shock لو فقدت اكتر من 40% من الدم عندك الكومبنساتوري ميكانيزم غير كافيه ان هي تحافظ على حياتك. واتفقنا ان النيورو اندوكراينال ميكانيزم هي اللي بتخليك في كومبنسيتد في كلاس 1 اند 2 هيموريج، والميكانيزم السريع او بيبقى انكريز التون بتاع السمباثيك نيرفس سيستم اللي هو بيعمل فيزو كونستريكشن في خلال ثواني، وده بتاثير البيرو ريسبتورز. في ستريتش ريسبتورز موجوده في الكاروتيد ارش والاورتيك ارش والاتريوم. الستريتش ريسبتورز دي اصلا بتعمل انهبيتوري افكت على الهارت طالما ضغط الدم كويس وهي ستريتش. لما ضغط الدم يوطى وتفقد دم الانهبيتوري افكت ده ما بيبقاش موجود، ويبتدي الهارت يبقى فيه تاكي كارديا، ويبتدي يبقى فيه فازو بريسور تطلع، ويبقى فيه فيزو كونستريكشن علشان الدم الضغط الواطي يعلى، وده كومبنساتوري ميكانيزم من الجسم. وفي اندوكراينال افكت او ريسبونس، وده بياخد من 20 الى 15 الى 20 دقيقه عشان يشتغل. البلاد لوس بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها راس اكتيفيشن. راس دي اللي هي عباره عن ايه؟ رينين انجيوتنسين الدستيرون سيستم اكتيفيشن. في الجاستا جلوميرال سيلز في الكدني لما يحصل هايبوتنشن ويقل الدم اللي رايح للكدني الرينين يطلع. الرينين يعمل ايه؟ يحول الانجيوتنسينوجين الى انجيوتنسين 1، والانجيوتنسين 1 في اللنج يتحول الى انجيوتنسين 2، وده a very good vasoconstrictor، وده بيرفع ضغط الدم، وفي نفس الوقت بيطلع الدستيرون من الادرينال جلاند، والالدستيرون بتشتغل على الكليه بتعمل صوديوم اند ووتر ريتينشن، فده بيرجع الفوليوم او بيستعوض الفوليوم اوف بلاد. فاكتيفيشن اوف راس بيعمل ايه؟ بيعمل vasoconstriction increase the volume of blood و cardiac stimulation. برضو البلاد لوس بيطلع كاتيكولامينز من الادرينال مظله وبتؤدي لنفس الافكت. والبلاد لوس بيطلع انتي ديوريتيك هرمون اللي هو فيزوبريسين من البسيوب بيتوتري اللي بيؤدي الى من اسمه انتي ديوريتيك هرمون، يعني بيسحب الميه من البول في الديستال كونفليوتد تيوبولز في الكدني، فبالتالي بيعمل انكريز ذا فوليوم اوف بلاد، وهو ليه كمان فازو كونستريكتور افكت. فده الهيومرال او اندوكراينال كومبنسيشن اللي بيحصل في حالات الانيشال ستيجز اوف شوك لما تبقى ايرلي ولما تبقى كومبنسيتد. الكلينيكال فيتشرز اوف هايبوفوليميا بيبقى فيها كل المانيفيستيشن اللي انتوا الكومن اللي انتوا عارفينها. طبعا بيبقى فيه هايبوتنشن، بيبقى فيه تاكي تاكي يعني تاكي كارديا وتاكيبنيا، بيبقى فيه ديس اورينتيشن من ناحيه المينتال ستاتس. العيان بيبقى ثيرست اند هايبوثيرميك لانه فقد دم والدم هو اللي بيحافظ على حراره الجسم. العيان في الاستقبال اللي هو جاي في حادثه العربيه يقول لك ميه ميه ويطلب ميه لانه بيبقى شوكت. ما تدلوش ميه لان العيان ده ممكن يدخل اوضه العمليات بعد شويه، اديله رينجر او اديله دم انترافينسلي. اوكي، بيبقى له يورين اوتبوت، وبيبقى بيبقى جلده بيبقى البريفري كول وكلامي، بنسميها كولد شوك. كول ليه؟ لانه فقد دم وفي فازو كونستريكشن فما فيش دم في البريفري، فبتبقى ساقعه بتبقى سويتي، عشان كده بتبقى كول اند كلامي سكن او كولد شوك. ده في الهايبوفوليميك شوك. التريتمنت بتاع هايبوفوليميا، طبعا هايبوفوليميا اهم حاجه هندي اكسجين وهننقل محاليل عشان نستعدل الهايبوفوليميا او نصلح الهايبوفوليميا. والمحاليل دي في الاستقبال لازم تختار رينجر لاكتيت لانه ايزوتونيك، التركيبه بتاعته تشبه تركيبه البلازما بتاعت الدم، فهيقعد مده اكبر في السيركوليشن قبل ما يروح للانترستيشال تيشو، فهيحافظ على ضغط الدم. اللي نفس الافكت بتاعه ممكن النورمال سلاين 0.9%. اللاكتيت رينجر بيزيد عن النورمال سلاين ان بيبقى فيه بوتاسيوم وبيبقى فيه لاكتيت. نيفر ايفر يوز جلوكوز 5%. جلوكوز 5% عباره عن 100 سنتي جلوكوز وعليها 5 جرام سكر.
فدي ما بتقعدش في السيركوليشن لانها هايبوتونيك، اه فمجرد ما بتدي تديها في الاي في بتطلع على الانترستيشن وبتورم العيان مش كده وبس وبس، علشان ترفع بيها بيها الضغط. الضغط هتحتاج كميات رهيبة، والكميات الرهيبة دي هترفع الجلوكوز في دم العيان، وهو هو اصلا اصلا عنده هايبر جليسيميا as a metabolic response to shock او ايه injury. في يعني العيانين اللي هم كلاس 3 اند 4 هيمروج لازم تنقل دم، وفي كلاس كلاس 4 4 بالذات بتبدأ ب ما بتستناش معمل المعمل لما يعمل لك كروس ماتشنج، وفي المستشفيات الكبيرة في الاستقبال في التلاجة بتاعة الحوادث بيبقى فيها او او نيجاتيف نيجاتيف بلاد، ففي كلاس كلاس 4 4 اللي هو فقد 40% من دمه او 2 لتر ده بتدي بتديله كيسين او ثلاثة او نيجاتيف نيجاتيف جروب مباشرة بلاتا قبل، وبتبعت طبعا طبعا الدم الدم بتاعه بتاعه فور. فور كروس ماتشنج. طيب طيب يبقى اتفقنا ان العيان اللي بيفقد دم لازم نديله دم، لما ولما بندي بنديله ستورد بلاد ده بيبقى بور بور في في الكلوتينج فاكتور وبور في البليتلتس، فعشان كده ده لازم لازم مع كل كل باجد باجد ار بي سيز ندي ندي يونت بلاتو اوف فريش فروزن بلازما بلازما وندي يونت اوف بليتلتس، يبقى نسبة واحد واحد الى واحد الى واحد، دي النسبة اللي هننقل بيها الدم. لو ولو هو هو بي فيري سيفير هيمورج والعيان كلاس 4 بنبدأ بتايب او نيجاتيف بلاد، وبعد كده بنستنى اول ما بيحصل كروس ماتشنج بنديله الكروس ماتشد بلاد اللي هو خاص بيه. وبناخد وبناخد بالنا بالنا جدا جدا واحنا بنعالج الهايبوفوليميا بالنسبة للكريستالويد والبلاد اللي احنا بنديه. العيان اللي عنده هايبوفوليميا بيبقى هايبوثيرميك، لانه اللي بيفقد دم بيبقى هايبوثيرميك، والهايبوثيرميا تؤدي بدي الى كواجولوباسي، لان الكواجوليشن كاسكيد الخطوات بتاعتها الانزيمز عشان تشتغل حاجة محتاجة درجة درجة حرارة 37، فما بتشتغلش في الهايبوثيرميا، فاللي عنده عنده هاي هايبوثيرميا الدم الدم بتاعه بتاعه ما بيتجلطش وبينزف اكتر، لما ينزف اكتر زود يزود الأسيد الاسيدوزس، لان النزيف بيدخله في ميتابوليك اسيدوزس فيحصل أسهل أسود اسيدوزس، ولما يحصل أسود اسيدوزس الدنيا تخبط تتلخبط اكتر، فده بنسميه التروما قد تراياد او تراياد اوف ديث اللي هو هايبوثيرميا كواجلوباسي اند اسيدوزس. عشان كده العيان ده في الاستقبال وانت بتديله محاليل او بتديله دم لازم لازم تخلي المحاليل والدم يعدي الاول على وورمنج ماشين قبل ما تديهم له، عشان علشان ايه يكسر تكسر الفيشس سيركل بتاع هايبوثيرميا كواجلوباسي اسيدوزس. وخد توت بالك العيان ده بتاع التروما اللي عنده هيموراجيك شوك لما هتدخله العمليات التخدير والعمليه والاستريس بتاعك هيزود زود الهايبوثيرميا والكواجلوباثي وهيزود الاسيدوزس، عشان كده يستحسن العمليه بتاعتك بقدر الامكان تبقى دامج كنترول. دامج دمش كنترول كنترول يعني ايه؟ بتعمل حاجه سريعه للسيطره على على الوضع، مثلا مثلا لو لو كان عنده بورفوريتد جد وفي كونتامينيشن في بطنه بتقفلها، لو كان عنده بليدنج بتعمل بتوقف البليدنج، ما بتزيد بتزودش عن كده بتبقى ابريفييتد سيرجري رجعه وبترجعه ايه الاي سي ICU يو علشان يصلحوا لك الهايبوثيرميا والكاجلوبسي والاسيدوزس، وبعد 24 ساعه بترجعه أوضة اوضه العمليات العمليات تاني عشان تعمل له الديفينيتيف سيرجري. ايه البوزيشن؟ كنا زمان نقول ننصح نقول عيان الهايبوفوليميك شوك حطه في ترندلنبرج بوزيشن. البوزيشن ده مؤذي لانه ممكن يحصل اسبيريشن للكونتنتس بتاعه الاستومك او يجي له اسبيريشن نمونيا، دي من ناحيه. وفي البوزيشن ده الدفراجم ما بيتحركش كويس فبيبقى فيه ديفكتيف جاز اكستشينج، انما البوزيشن الصح ممكن يبقى العيان سوباين وترفع الفوت اوف ذا بيد، يعني ترفع رجله بس لفوق، هو ده البوزيشن ايه المعتمد اللي هو موديفايد ترندلنبرج بوزيشن. يبقى يبقى اذا إذن الهدف الأساسي الاساسي في الهايبوفوليميك شوك ان انت تعامل تعامل السبب السبب اللي هو الفلويد لوس او تستوب بليدنج وريبليس الفلويد، والقاعده في الكريستالويد ان انت 3 الى 1، يعني لكل 1 مللي لوس اوف بلاد بتدي 3 مللي اوف رينجر لاكتيت، يعني لو فقد 1000 سنتي دم لازم تديله 3 لتر رينجر لاكتيت. بتعرف تعرف ازاي إزاي ان الريسستيشن بتاعك بتاعك ناجح ناجح وان انت مش اوفر او اندر ريسستيتنج؟ اوفر ريسستيشن تدي محاليل كتير قوي كريستالويد، فهتؤدي بدي الى ايه؟ هتؤدي يعني هتعمل بس كواجلوباسي لان هيحصل دايليوشن للكلوتينج فاكتور في الدم ومش هتشتغل والعيان ينزف اكتر، والمحاليل المحاليل الكتيره دي هتضيع ضيع الانكوتيك بريشر بتاع الدم اللي هو الالبومين البومين اللي هو مسؤول عن
شفط الفلويد من الانترستيشن وبيرجعه للسيركيليشن تاني على مستوى الكابيلاريز. النتيجة تمام العيان بتاعك هيبقى ادمتس وهيحصل له أناسركة وهيبقى يورم في كل حتة وخصوصا في اللنج ويحصل بالمونري اديما وريسبيراتوري فيلير. ده ده لو لو انت انت عملت عملت اوفر ترانسفيوجن. لو عملت اندر ترانسفيوجن والسي في بي بتاعك لسه ما بيطلعش عن 5 سنتيمتر ووتر فانت كده مش هتعرف تصلح الشوك. انما تمام، ايه ايه البارامتر البارامترز اللي او الجول قول اللي لي انت عايز توصل لها تقول لك ان انت نجحت في الريسسيتيشن؟ حاجه اسمها اسمها البيز ديفيسيت وحاجه اسمها سيرام لاكتيت ليفل. البيز ديفيسيت ده عباره عن ايه؟ البيز اللي هو البايكربونات في جسمنا، في بافر فاست سيجمنت بيعادل عادل الهيدروجين هيدروجين ايونز اللي بتطلع باستمرار. كل كل الميتابوليك الميتابوليك بروسيس في جسمنا بتطلع هيدروجين هيدروجين ايونز باستمرار. لو اول ما ما حصل حصلهاش بافرنج فارينج واتشالت من السيركوليشن باستيكا اللي هي البافر بفرس سيستم هيبقى يبقى البي اتش بتاعنا واطي والحموضة عالية، والبي اتش لو وصل ل 7.1 بنموت. النورمال البي بي اتش 7.35 من 100 الى 7.45 من 100. طيب البافر سيستم ده لما يبقى فيه شوك ستيت بيبقى فيه هيدروجين اينز كتيرة بتطلع في السيركوليشن وبتتحد بتتحد مع مع البافر سيستم وبتستهلكه وبتعمل بيز ديفيسيت. النورمال نورمال ليفل ليفل بتاع البيز ديفيسيت ماينس ماينس 2 الى بلس 2. فلو هو هو في في النور النورمال ليفل ده يبقى الريستيشن بتاعك سكسسفول. بتقيس السيرم كاملة لاكتيت ليفل نورمالي كاملة بيبقى اقل من واحد، يبقى اذا إذن بيوصل في الشوك ستيت بيبقى فوق الاثنين. فهو هو اللي اللي انت انت لو لو نزلت بيه تحت تحت اثنين يبقى تحت الريستيشن بتاعك ايه؟ سكسسفول. لشرح حلو الموضوع ده اكتر افتكر ان هو في الانيروبيك ميتابوليزم بنحصل على الطاقة ازاي؟ البودي يوتلايزز انرجي من بريك داون اوف جلوكوز. الجلوكوز في وجود الاكسجين بيتحرق ويدينا اي تي بي اللي هي بتدينا الطاقة و بايروفيت مولكيولز ده في وجود الاكسجين. طب في في عدم عدم وجود وجود الاكسجين يعني في الشوك ستيت ويحصل انيروبيك ميتابوليزم البايروفيت بايروفيت هتتحد مع الهيدروجين ايونز اللي هو البروتون وتدي تدي لاكتيك اسيد. طيب اللاكتيك لاكتيك اسيد اسيد ده ده بعد شويه هيطلع طلع الهيدروجين ايونز هيدروجين عشان تتحد مع البيكربونات اللي هي البافر سيستم اللي بيكافح الحموضه في جسمنا، وبالتالي وبالتالي يؤدي الى بيز ديفيسيت. فطول ما في بيز ديفيسيت ماينس 2 وماينس 4 وماينس 6 ده ده معناه معناها ان في هيدروجين ايون كتيره، معناها ان في لاكتيك اسيد كتير، معناها ان الشوك ستيت شغاله، ومعناها الريسوسيتيشن بتاعك مش سكسسفول. انما لو البيز ديفيسيت ماينس 2 او بلس 2 معناها ان انت سكسسفول في الريسوسيتيشن بتاعك. بكده طيب يبقى خلصنا الكلينيكال بيكتشر والكوزس والمانجمنت بتاعت الهايبو فيليميك شوك. المرة الجاية هنتكلم على كارديوجينيك شوك. Thank you so much for watching this video. This is Dr. Baki from Egypt in a series of surgery made easy for undergraduate medical student. Now it's time to like, dislike, share and subscribe.